البيت والاصحاب او المدرسه المجتمع الخارجي بقى على الولاد؟ هو طبعا المدرسه بتاثر جدا، بس تاني احنا في الطريقه النظوميه في العلاج لما ببص على نظام العيله ما ينفعش ابتدي اعالج حاجه من سن المراهقه، وانا محتاجه برضو ابص هو ايه اللي خلاه يتاثر بده. علاوه على حاجه مهمه جدا، لو بصينا للموضوع بطريقه ايجابيه شويه، الناس مختلفه والولاد مختلفين، ففي شخصيات بطبيعتها قياديه، هي طبيعتها كده، ربنا خالقها في الدنيا عشان تمارس القوة. الفكرة بقى أنا تربيتي بتفرق أو المدرسة اللي بدخلها بتفرق، هو هيستخدم القوة دي في إيه؟ في أطفال بطبيعتها أو شخصيات مسالمة، في شخصيات بتحب تساعد، في شخصيات بتحب تظهر طول الوقت. فده دوري أنا كأم وكأب، إن أنا الأول أفهم شخصية ابني. إحنا دايماً اتربينا بطريقة، ودلوقتي الناس كلها الحمد لله متجهة للعكس، يعني ودي حاجة كويسة، إن أنا أشوف إيه نقاط الضعف وأقويها. دلوقتي لا، احنا بنقول فين نقاط القوه عشان ازكيها واشتغل عليها. فلو انا ابني قوي ما ينفعش اجي لشخصيه قويه واقهرها واقول له ما تبقاش قوي، هيرفض بالظبط وهيتمرد اكتر. فأنا بس اكونتين ازاي؟ ايوه هي كونتيننج دي او التربيه بقى، ان انا اخليه يطلع القوه دي بالظبط، هو ده التربيه، هو ده كور التربيه. لكن مش ان انا اجي عند حد، المقوله بتاعت لو حد عارف يعمل حاجه يبقى انا لازم اعرف اعملها، دي مقوله مش صح. لان ليه اعمل الحاجه وانا متعسف؟ ربنا خلق كل واحد عشان يعمل حاجه معينه، فاداله المقومات انه يعمل الحاجه دي. طيب شيرين، هي قالت نقطه مهمه قوي، الولد بيشوف الولاد وبتعلق على لبس البنات، فهو طبيعي غيران على اخته، مش عايز اخته تكون من الناس اللي الولاد بيتكلموا عليها وهي نازله او هي لابسه، خوف عليا وعلى مامته، مبرر يعني. أيوة. انا اقدر افهمه. طب فين الاب بقى؟ السؤال هنا. طب نعمل ايه؟ حلو قوي. الاب مشغول. اوكي، ما هو تاني الام هي الاساس، انا هطلعه احطه مكان الاب، مش هعرف انزله تاني، فما اجيش اشتكي. مام ساعات بيقولوا حاجات صح، يعني البنات في بنات بتزودها، فيجي اخوها يقول لها لا ما تلبسيش كده، تقول له اسكت خالص، هو بيكون عنده موجود. هو يعني انا عذراء، وهو بيكون عنده حق برضه. انا معاكي تماما، ده بقى يرجع لقصه ده فعل ورد فعل. هي غلطت، فهو كاخ بيقول لها او بيقومها، لكن لو انا بقى كده عمال على بطال، انا كده في مشكله. لكن ما دام ما في فعلا حاجه غلط، ليه اي حد ما يبقاش؟ احنا اسره مع بعض، فاحنا بنوجه بعض. بس لما يبقى ده اوفر ويبقى عمال على بطال ويبتدي يطلع هو يقف مكان الاب، الام مش هتعرف تنزله تاني. فلما هي تحب تبقى ام مش هيسمح لها. مظبوط، مليون في المية. تمام. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ يعني نتفق على نظام في البيت ان هو يروح يقول للام او الاب وهم اللي يوجهوا؟ يعني لو لقيت ابني بيعمل كده بصوره متكرره، ايه العلاج بقى دلوقتي للموضوع ده؟ اول حاجه واهم حاجه، انا ابقى من الاول عارفه نمط شخصيه ابني، اقول ولا ما اقولش، واقول ازاي واقول امتى. في اطفال مسالمه بطبيعتها، لو انا اللي رحت قلت له شفت اختك بتعمل ايه وشفت كذا، انا كده بضغط عليه جدا، هو مش بتاع مواجهه، هو مش بتاع انه ياخد اكشن، هو مش بتاع انه، فهو اصلا الدور ده كبير عليه او صعب عليه، فانا ممكن اجنبه ده وانا اللي اخد الاكشن ده. وعلى فكره الولاد بتحس، يعني لو انا عندي ولد وبنت والبنت بتبقى حاسه هي شخصيه اخوها لايقه على الكلام ولا مش لايقه على الكلام، ولو مزقوق عليها. مزقوق عليها صح. مزقوق عليها بالظبط. فانا قد ايه بضغط على الولد لما بطلب منه يعمل حاجه هي من نقاط ضعفه، واجه وهو مش بتاع مواجهه. على فكره الناس اللي ما بتواجهش مش ضعاف، بس هم بيعرفوا يشتغلوا ورا الكواليس اكتر. يعني دول هتلاقيهم نمط الاخوات اللي ممكن ياخدوا ويدوا، اللي ممكن يصاحبوا اخواتهم، ما بيبقوش بس دايما عندنا مفهوم ان اللي ما بيواجهش ضعيف الشخصيه. ما ده مفهوم بقى احنا بنحاول دلوقتي. يعني مش معنى انا ما بواجهش ان انا ضعيفه الشخصيه. لو كل الناس واجهت يا ابو سينا كل الناس هتولع في بعض. صح.